فتاة تدعى هيا، تتمثل الملائكة في شخصيتها، وبالرغم من إعاقتها تتحدى كل الظروف وتصر على مواجهتها، وخاصة عمها مبارك اللي تركها في رعاية زوج أمها عبد الرحمن. والسؤال هو، أذكر اسمين من أسماء أبطال مسلسل هيا الروح: إبراهيم الحربي، ليلى عبد الله، علي جمعة، هدى الخطيب. هذا سؤالنا لكم لليوم في مسابقتنا عبر منصات الظفرة للتواصل الاجتماعي، وعشان تكون الرابح معانا بجوائز نقدية يومياً طوال شهر رمضان. ومو بس تجاوب صح، سوي لنا فولو وتاك لثلاثة أشخاص من ربعك، ولا تنسى أنك تسوي شير للفيديو. وإذا حاب أنك تزيد فرصتك في الربح معانا، شاركنا بصورة طبق يعبر عن تقاليد أكلات بلادكم. شو تنتظرون؟ أنتوا قدها.